احنا طبعا في زي ما قلت لحضراتكم عندنا 3 موضوعات كبار. واحد خلصنا منه اللي هو الديفيوز لونج ديزيز، ودوت التاني، والتالت هو الشيست وول والبلور. مشكلة الميديستاينم انها لو انت باصص على الشيست اكس راي صعب جدا عليك في بعض الاحيان تعرف ان دوت ميديستاينال ليه، زائد ان الـ لو انت غلطت وحسبت الليجن دوت في اللنج هتمشي في السكك اللي انا قلتها قبل كده، اللي هي لو كان فوكال ولا ديفيوز، وهل هو ماس ولا نوديول والكلام ده كله. لكن الميديستاينم سكتها مختلفة تماما عن السكك اللي احنا قلناها قبل كده، زائد ان معظم الميديستاينال ليجنز ما بتعملش سيمتومز، كلها حاجات صغيرة، محتاج حاجة كبيرة قوي علشان تعمل كومبريشن. فلو افترضنا ان الليجن كبير جدا، فانت لو ضغط على الاسوفجس هيعمل ديسفيجيا، لو ضغط على التراكية والبرونكاي هيعمل كحة، لو ضغط على الريكارنت الارينجيال نيرف هيعمل هورسنس اوف فويس، لو ضغط على الفينا كيفا هيعمل فينس كونجيشن، لو ضغط على السباينال كورد هيعمل نيورولوجيكال سيمتومز. لكن معظم الليجنز ما بتكونش في هذه الضخامة الكبيرة جدا، وبالتالي ما فيش سيمتومز واضحة بالنسبة للناس دول. احنا عندنا طريقة في الميديستاينم، والطريقة دي هنمشي عليها في جميع انحاء الجسم بعد كده، انك انت قبل ما تتعامل مع اي ليجن ان يو هاف تو ديسكريمينيت ما بين السيستيك والسوليد. سيستيك ليجن معناها in most of the cases ان هو benign، solid ليجن معناها in most of the cases انه malignant. وعندنا قاعدة بتقول لو انت عندك ليجن سيستيك مثلا قد الحمار وفي نوديول صغيرة قد الحمصة، then you consider الليجن كله على بعضيه solid. يعني وجود solid component في السيست يحولوا كله هيلة بيلة على بعضيه صلد، ودي قاعدة ماشية جدا جدا في جميع أنحاء الجسم وفي الليفر وفي الأوفري وفي كل مكان. طيب ما عندناش مشكلة في تفريق السيست من الصلد، السيست عبارة عن كرة مليانة مية والصلد عبارة عن كرة صلد، وممكن يكون فيها كالسيفيكيشن وممكن يكون فيها areas of breakdown. النقطة الكروشيال بالنسبة لك انك تعرف ان الليجن دوت في الميديستاين. تسأل نفسك سؤال، ايه اصلا اللي في الميديستاين؟ ايه هي الستركتشرز نورمالي فاوند ان ذا ميديستاين؟ نمرة واحد، دي حاجات عادية. نمرة واحد الهارت والفيسلز بتاعته، الأورطة والبلموناري والفينا كيفا والبتاع ده أول حاجة. نمرة اتنين ليمف نودز، ليمف نودز كتيرة جدا في الميديستاينم ما بتتشافش لما تكون نورمال زي ما نقول بعد شوية. نمرة تلاتة فات موجود جوه الميديستاينم فات. نمرة أربعة استراكشرز كانت موجودة ومشت زي السايموس مثلا وحصل لها انفليوشن. نمرة خمسة النيرفز، النيرفز اللي في الميديستاينم قطار. نمرة ستة الاسوفيجس، الاسوفيجس one of the mediastinal components. و اخر حاجة في الميديستاينم السباين، بس احنا السباين ما بنخشش فيها جامد قوي لان هي ليها لوحدها موديول لوحدها. يبقى اذا عندنا حاجات اصلا موجودة في الميديستاينم. افرض ان الليجن طلع من واحد من دول، خلاص مش محتاجين ايتها نباهة ان احنا نقول عليكم السلام and this is mediastinal lesion. زي مثلا انك انت دوت الاسندنج اورطة طبقا للاناتوم وبقى كبير قوي قوي يعني في انيوريزم، اذا هذا الليجن طالع من اورطة اللي هو اصلا جوه الميديستاينم، يبقى اذا this is a mediastinal pathology. ناس قالت لو كان الليجن متوسطا في الميد لاين، لان الميديستاينم ميد لاين، فلو كانت
الكرومبة بتاعت الليجن في النص بالظبط، يبقى انت احتمال يكون ده هو ميدياستاينال ليجن. وبما ان الميدياستاينم صغير، فلما الليجن يكبر لازم هيريح على ناحية من النواحي. فانت لما تلاقي ليجن متوسطا في النص وبعدين راح شمال او راح يمين، يبقى معنى كده most likely ان هو هيكون ميدياستاينال باثولوجي. من هقول لك دلوقتي في الاكس راي اللي هي زي دي كده اهوت، ناس قالت اذا كان الليجن لازق في الميدياستاين زي دوت كده، ليجن لازق في الميدياستاين بحيث ان الكونتاكت ما بينه وما بين الميدياستاينم يزيد عن 5 سم، يعني لما تقيس المسافه من هنا لهنا تطلع اكتر من 5 سم، and you can assume ان this is a mediastinal pathology. يبقى عندنا كذا حاجة دلوقتي، الليجن طالع من الميدياستاينال ستراكشن، ليجن في النص بالظبط، وليجن لازق في الميدياستاينم مسافة تزيد عن 5 سم. عندنا القاعدة ديت وهي مش الجبارة قوي، اللي هي الزاوية ما بين الليجن والبلور. انت لو كان في ليجن في اللنج، الزاوية ما بينه وبين البلورة بتكون اكيوت. لكن لو كان الليجن في الميدياستاينم، الزاوية بينه وبين البلورا بتكون اوبتيوز. القاعدة ديت الحقيقة ايام زمان كانت شغالة كويس قوي، لكن دلوقتي ما هي شغالة خالص ولا حاجة. ان تلاقي حاجات اكيوت وهي في الميدياستاينم اكيوت انجل، والقاعدة بتاعت ان الليجن في النص برضو مش شغالة خالص، لان انت يعني انا شفت بنفسي ليجن تقسم بالله العظيم عليه ان هو لينفوما وطلع برونكوجينيك كارسينوما، بالرغم ان هو متوسط بالظبط تماما في وسط الميدياستاين. والقاعدة بتاعت الكونتاكت ضعيفة جدا ضعيفة جدا، انك انت تلاقي كونتاكت اكتر من 5 سنتيم البرونكوجينيك كارسينوما ممكن تعمل كده. اذا ما بالكش الا حاجة واحدة بس، ان الليجن يكون في الميدياستاينا، one of the mediastinal structures. هتحس دلوقتي بابتئاس شديد، لان في ليجنز كتيرة بتطلع من خارج الميدياستاينا وانت مش هتعرف تجيبها. بس احنا في اخر المحاضرة هتشوف ان كل الهامباليسة دي هتصفصف على حاجتين اتنين بس، اللي انت هتتلخبط فيهم ما بين اذا كان ده ميدياستاينا ولا مش ميدياستاينا. طيب ايه فايدة السي تي؟ فايدة السي تي انه بيوضح لك الصورة بتاعت الاكس راي، واحنا قلنا الاكس راي ضعيف في الميدياستاين، لكن السي تي جدع في الميدياستاين، ان هو يقدر يفرق اذا كان الليجن سيستيك ولا سوليد، ودي نقطة مهمة جدا ما تعرفش تجيبها من البلين اكس راي. ان هو يقدر يشوف الكالسيوم، والكالسيوم عندنا مهم جدا جدا في الميدياستاين. الليجن فيه كالسيفيكيشن يساوي حاجة، ما فيهوش كالسيفيكيشن يساوي حاجة تانية. كمان السي تي انجيوغرافي مهم جدا، لو انت اتلخبطت الليجن ده فاسكولار ولا مش فاسكولار تعمل سي تي انجيوغرافي. وبعدين يقدر يشوف اذا كان الليجن دوت انفيدنج ذا ادجيسنت ستراكشرز، يعني هل التيومر دوت دخل في السوبير بنكيبا، دخل في الاورطة ولا لا. طيب الام ار، احنا قلنا ان الام ار ضعيف في الشيست بس في اللنج، مش ضعيف في الميدياستاينم. الام ار في الميدياستاينم كويس جدا، وبالتالي يقدر الام ار دي ميزه جباره زي ما قلت لك المره اللي فاتت، يعرف يشوف الفيسلز من غير صبغه. فلو انت عندك واحد وعنده مشكله فاسكولار وما تقدرش تحقنه صبغه في السي تي لانه هو عنده رينال بروبلم او عنده هايبر سنسيتيفيتي، لو اتحقن سنتي واحد هيموت، يبقى البديل هنا هو الام ار. كمان الام ار جدع جدا في السباينال كورد، ما السي تي ما بيعرفش يشوف السباينال كورد، لكن لو انت استخدمت الام ار تقدر تشوف السباينال كورد وتقدر تشوف اذا كان في انفيجن ولا لا. وهو زيه زي السي تي بيفرق السيستيك من السوليد ببساطه شديده. وقلنا في التيومرز انك انت في التيومرز اللي عامله obstructive consolidation تقدر بالام ار تشوف التيومر فين في وسط الكونسوليديشن، لان الكونسوليديشن فيه ميه
اكتر من التيومر، وبالتالي الفرق ما بين الاتنين في البرايتنس في التي 2 بيكون الكونسولديشن ميه كتير فابيض قوي، والتيومر ميه قليله فما هوش ابيض قوي. وقلنا ايه فايده الحكايه ديت، انك انت دلوقتي في الراديشن مش بتغرق العيان كله راديشن، لا في راديشن موجه، فانت عاوز تعرف التيومر فين عشان تنشن عليه بالراديشن، بدل ما تعمل الراديشن لكل الحته ديت اللي هي ثلاث ارباعها اصلا ما هوش تيوم. زائد البوست اوبراتيف تشينجز، في البوست اوبراتيف السي تي صعب زي ما هنقول في المحاضره بتاعه اللانج كانسر، لكن الام ار جدع لان هو بيعرف يفرق الريكرنس من البوست اوبراتيف فايبروزس والجرانيوليشن وكده، بسبب ان اختلاف الميه، الميه مختلفه ما بين الجرانيوليشن وما بين التيومر، وبسبب ان الجرانيوليشن ما بياخدش صبغه والتيومر بياخد صبغه، فساعتها الام ار يقدر يديسكريمينيت زي ما هوري لكم في المحاضره بتاعه اللانج كانسر. لكن الام ار انسنسيتيف للكالسيوم، ما بيعرفش يشوف الكالسيوم الصغير، والكالسيوم زي ما انا قلت لك مهم جدا في التشخيص، فانت محتاج انك انت تشوف الكالسيوم عشان تقدر تشتغل. الميدياستاينم منقسم الى ثلاث اقسام، في جميع الكتب نفس الحكايه، الانتيرير ميدياستاينم هي اللي قصاد الهارت، والبوستيرير ميدياستاينم هي اللي ورا الهارت، والميدل ميدياستاينم هي اللي فيها الهارت والجريد فيسلز. كل ميدياستاينم سواء كانت قدام او في النص او ورا فيها سيست وفيها هرنيا وفيها ليمف نودز، وكل سيست ليه اسم على حسب الحته اللي بيطلع منها، ودولت بيريحك قوي لما تيجي تتعامل مع الميدياستاينال باثولوجي. فلو لقيت سيست تدخل في صفحه السيست، لو لقيت هرنيا تدخل في صفحه الهرن، لو لقيت ليمف نودز تدخل في صفحه الليمف نودز. لو ما كانش واحد من الثلاثه دولت تشوف انت فين، هل انت في الانتيريور ميدياستاينم يبقى فيه ثلاثة ليجنز تانيين، او انت في البوستيريور ميدياستاينم يبقى فيه ثلاثة تانيين، لو انت في الميدل ميدياستاينم مفيش ليجنز تاني، يعني الفاسكولار بس مفيش حاجة تانية. طيب الاول ايه هو الميدياستاينال سيست؟ يعني احنا قلنا دلوقتي ان السيست عبارة عن كورة مليانة مية، وهذا هذه الكورة تختلف عن التيومر اللي فيه سنترال بريك داون، يعني بعض السوليد ماسز بيحصل فيها سنترال نيكروزس سواء باي تايم او نتيجه العلاج فتبان كانها سيست. يعني الفرق بين الاثنين ان ده هوت عنده جدار وعنده سوليد كومبوننت، لكن دوت ما عندوش جدار وما عندوش سوليد كومبوننت. واحنا اتفقنا اي سيست مهما عظم شانه وفيه سوليد كومبوننت اني كونسيدر كله سوليد. يبقى ديت أول نقطة، إن السيست عبارة عن كرة مليانة بالمية. طيب مين هو السيست بتاع الأنتيريور ميدياستاينم؟ اسمه بلورو بريكارديال سيست. هذا السيست حاجز مكان مخصوص لنفسه في الشيست، وهذا المكان هو ده رايت كارديوفرينيك أنجل، وهذا لا يعني إن السيست دوت ما ينفعش يطلع في أي مكان تاني، ولكن كل لما تلاقي سيست في الحته ديت تقول بلورو بريكارديال سيست الى ان يثبت عكس هذا. خلاص كده؟ الى ان يثبت عكس هذا. طيب لما تعمل سي تي هتلاقي ان في كوره مليانه ميه وممكن يكون جواها سبتيشن. احنا هنقول في اماكن اخرى ان السيست الكلاسيكي الذي تنطبق عليه شروط البناين يتميز بسبع صفات. ايه هما السبع صفات دولت؟ تلاتة بوزيتيف واربعة نيجاتيف، شارب ويل ديفايند مارج، كلير ووتر كونتنت، بيبر ثين وول، جدار رفيع جدا، مية صافي، و فيري ويل ديفايند. ما عندوش النيجاتيف بقى، ما عندوش سيبتيشنز، ما عندوش كالسيفيكيشن، ما عندوش انهانسمنت، يعني لما تحن صبغه ما ياخدش صبغه، ما عندوش سوليد كومبوننت اللي هو الميورال نوديول.
يبقى مفيش اربع حاجات، مفيش سيبتيشن ولا كالسيفيكيشن ولا نوديول ولا انهانسمنت. هذا هو السيست الذي يطلق عليه بناين سيست، مفهوش فصام. يستثنى من الاربعه اللي انا قلتهم دولت في الميدياستاينال سيست حاجتين، ان مسموح بوجود السيبتيشن ومسموح بوجود الكالسيفيكيشن ويفضل هو بناين زي ما هو. خلاص كده يا جماعه؟ يعني لو لقيت سيست وجواه سيبتيشن زي دهيت كده برضه هو لسه في البناين، لو لقيت فيه كالسيوم برضه هو لسه في الايه؟ في البناين. السؤال اللي بيلعب في دماغك دلوقتي، ايه اللي عرفني ان ده هو في الميدياستاين؟ ما ممكن يكون في اللنج ويطلع هيداتيد سيست، صح كده؟ هاي بص بقى، دي نقطة أنا كنت زمان بقول دكتور الأشعة يتميز بثلاث صفات، نمرة واحد الأمانة، نمرة اتنين الكياسة، نمرة تلاتة حسن التصرف. الأمانة يعني توصف اللي موجود، مش انت مثلا في حاجة في الفيلم بس انت مش عارف تطلع ايه، تعمل نفسك مش شايف، ديت ما تعتبرش امان. وانا كان زمان كان عندنا استاذ مثلا احنا حاطين ثلاث افلام على الفانوس، وفيلم من الثلاثة في حاجة احنا مش عارفين ايه هي ديت، فيقول لك هي دي اللي مضايقك، يشد الفيلم على الفانوس يحطه في صفحة الزبالة. انا كده يعني خلاص نفدت من القضية، كتبت التشخيص ده، بس الفيلم اللي فيه المشكلة بقى في صفحة الزبالة وبقية الافلام بقت نورم. ده طول ما انت هتقعد تطنش على حاجات هتتعود على كده، ويجي لك حاجات ما تعرفش تفر منها في الاخر، حاجة قد كده وانت مش عارف تطلع ايه، هتروح فين. الحاجة التانية انك تستخدم الفكر في انك انت تربط الحاجات اللي موجودة ببعض بحيث يطلع تشخيص واحد، يطلع تشخيص واحد. الحاجة التالتة اللي هو حسن التصرف، انك انت ما تنشفش دماغك، يعني مكتوب في الكتاب ان الليجن بيبقى كذا كذا وموجود في السن الفلاني وبتاع، هل ده قرآن كريم؟ لا، ممكن يكون في ليجن ينطبق عليه جميع الصفات بس سن العيان مش ماشي، صح؟ كان لسه انا كاتب حالة النهاردة في الارشيف الصبح قبل ما اجيلكو، عيان عنده ليجن في التيرمينال إليم وماسك في السيكا، شكله تي بي، شكله كده تي بي، لكن عمل 300 منظار وخد عينات ومن كل حتة، وبعدين الراجل بقى كاتب ان هو مش شايف تي بي ومش شايف كرونز ديزيز، فقعد وصف 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 وقال لك مفيش كذا ما ينفعش يبقى كذا، مفيش كذا يبقى ما ينفعش يبقى كذا، ونخلص الى كونكلوجن ان دوت اي تيبيكال كرونز ديزيز. ماشي، هو فرق وحرك بالهيستوباثولوجي علشان يطلع تشخيص، هو مش راضي يركب على التي بي ولا الكرونز ولا الارستيد كولايتس، نعمل ايه؟ فهو قال كده اي كونكلود ان ده بسبب عدم وجود كذا وكذا وكذا ان هو يكون كرونز ديزيز. فاللي انا اقصده ايه؟ وهوري لك دلوقتي بعض الحاجات. انت دلوقتي افرض ان الليجن دوت في اللنج، خلي بالك ان الليجن اللي في اللنج بيكبر في جميع الاتجاهات بطريقه متساويه طالما مفيش حاجه تعوقه من كده. يعني دايما الليجن اللي في اللنج بيكون كور، بيكون كور. اما لو انت لقيت الليجن عامل اندنتيشن كده على الهارت، صح؟ يبقى معنى كده ان هو مزنوق، هو مضطر يمشي على الكاردياك كونتور. لكن لو كان ده حر طليق في اللنج كان بقى كوره متساويه في جميع الجهات. ديت واحده من العلامات ان الليجن ياخد الكونتور بتاع الميدياستاينم، يبقى هو مزنوق جوه الميدياستاينم، يبقى هو inside the mediastinum. وري لك حاجة تانية، الحتة ديت عبارة عن compressed lung tissue. طيب لو الليجن طالع في اللنج، ودي علامة مهمة جدا، ما بيدس على اللنج،
بينخرب ينخرب ينخرب عشان يعمل له نفسه مكان. لكن لو هو طالع بره اللنج يعني في الميدياستاينم او في الشيست وول بيبطط اللنج اللي جنبه، وديت علامه تانيه ان يكون في كومبريشن كولابس اوف ذا ادجيسنت لنج بارينكيم. طب افرض بقى ليجن فستوك، فستوك قوي زي دوت كده ماشي، وانت مش عارف دوت في اللنج ولا في الميدياستاين، خلاص تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تستخدم الفكر. مش انا قايل لك دلوقتي استخدم الفكر. المكان ده محجوز باسم مين؟ البلورو بريكارديال سيست. الهايداتد مش مكانه دوت، مش معنى كده انه ما ينفعش يطلع هنا، لا ينفع يطلع هنا في كل حته. بس انا قلت لك كل لما تلاقي سيست في المكان دوت اول تشخيص بالنسبه لك هو البلورو بريكارديال سيست. خلاص يبقى انت اول ما تلاقي سيست زي دوت كده وهو صفيف ما انتش عارف تشوف الكومبريشن على الميدياستاينم وكده، then you consider that this is بلورو بريكارديال سيست. حد بقى انت في الشفه وفي صراع وكده وقال لك طب ايه هو الديفرنشال دايجنوستس؟ هو واحد بس اللي هو الهايدات. حد قال لك ينفع دوت يكون انسيستد بريكارديال افيوجن؟ يجوز. ينفع يكون انسيستد بلورال افيوجن؟ يجوز. ماشي. لكن اول تشخيص يقال، اول تشخيص يكتب هو بلورو بريكارديال سيست. البرونكوجينيك سيست موجود في الميدل ميدياستاينم، يبقى ده اللي فات دوت بتاع الانتيريور ميدياستاينم، واللي موجود دلوقتي بتاع الميدل اللي هو البرونكوجينيك سيست which is usually located near the carina، يعني عند التراكيال بايفوركيشن او التراكيتد اسم يكون في سيست زي دوت كده. والسيست دوت بما ان هو مدفوس جوه الميدياستاينم فانت ما عندكش هنا هوت اي هساس يقول لك ان ده في اللنج، صح؟ يبقى السيست ده هوت موجود في الميدياستاينم ومتحوط عليه بالميدياستاينال فيسلز وزارق نفسه ما بين الهارت والاورطه، يبقى موجود في الميدياستاينم وعنده سيمبل سيست كرايتيريا بيبرتين وول بلورو كل الكلام اللي احنا قلناه. و طبعا انت عارف زي ما انا قلت لك لما الهواء يدخل جوه السيست بيكون خراج زي ما قلنا في الفوكال لونج ليجنز. يعني كده ان كالسيوم واحد من الحاجات المعتاد بيها في هذا المكان. يبقى البلورو بريكارديال البرونكوجينيك سيست موجود عند الكارين التراكيال بايفوركيشن في نصها تقريبا، وهو سيست بجميع المقاييس، ما تعمل ريكونستراكشن او اي حاجه هتلاقي نفس الايه، نفس الحكايه. نعم. مكانه في الميدل ميدياستاين، هو غالبا يعني ده ريمننس من البرونكيال ابيثيليال وعبى ميه وعمل كده كونجنتال اوريجين، يعني هم كلهم كونجنت البلورو بريكارديال والبرونكوجينيك والثالث اللي هو الاوسوفيجيال دوبليكيشن سيست. طيب افرض السيست دوت ده السيست ده في الميدياستاينم، صح ولا ايه؟ صح ولا ايه يا جماعه؟ ايوه، لانه في النص بالظبط ومتحوط بالميدياستاينال فيسلز، بس هو مش عند الكارين هو لفوق شويه. خلاص تسال نفسك سؤال، دوت مكان البلورو بريكارديال؟ لا، مكان الاوسوفيجيال دوبليكيشن اللي تحت عند الاوسوفجس من تحت. يبقى اذا البرونكوجينيك سيست يجوز انه يطلع لفوق شويه، يجوز انه ينزل لتحت شويه، صح؟ اللي ما بينزلش ولا بيروح ولا بيجي هو البلورو بريكارديال سيست. اقصى حاجه يعملها ان هو يكون على الشمال، يعني بدل اليمين يكون على الشمال، ودوت مقبول ومعروف وكل حاجه، بس هو is very common on the right side. هو ايه الحاجه الهايبردنس اللي في الميد لاين؟ اللي فين؟ ده الارش اوف ذا اورتا وده السوبر فينيكي. فوق الليجن، فوق الليجن على طول. ده؟ لا في الكتل في النص. ده؟ اه. هنا اهوت دي ثايرويد، ده الثايرويد جلاند ودي التراكية وهي مزقوقة كده بالسيست نفسه. طيب نيجي للليجن دوت. الليجن ده في الاكس راي تنطبق عليه القاعدة بتاعت 5 سم،
ان هو لازق في الميديستاينم مسافه طويله. في السي تي الليجن معظمه بره في اللنج، معظمه بره في اللنج. فلو انت قلت ان ذس از بالمونري ليجن هتشخص هايداتيف، ما عندكش صرفه غير كده. لكن انا دايما الليجن دوت بالذات اقول لك انت حط نفسك مكان الهايداتيف، انت نفسك مكان الهايداتيف وعندك اللنج واسعه وكل حاجه تكبر فيها براحتك، ايه اللي يخليك تدفس نفسك هنا ورا السوبيريور فينيكيم؟ ايه اللي يخليك؟ ما عندكش مبرر. حته زنقه ومليانه فيسلز وعماله تعمل كده على طول بالسيشنز وبتاع، ما 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 غير مسموح بالدخول فيه. اذا لو انت ليك كومبوننت يبقى انت ابتديت هنا اصلا، يعني البدايه بتاعتك كانت هنا ولما ما لقيتش مكان خرجت فسرحت بقى، ما هو الدنيا ديت حته زنقه مش عارف تروح فين. فكون ان في كومبوننت اوف ذا ليجن ان ذا ميدياستاينم معناها ان الليجن ده هو في الميدياستاينم واضطر يخرج بره. هذا الكلام ينطبق فقط على السيست، ينطبق فقط على لان التيومر مفيش حاجه بتقف في سكته، لكن السيست غلبان، ده طلع في حته زنقه معرفش يروح في حته فكبر على ايه؟ على بره على طول. طيب بتيجي هنا اهوت نفس القاعده اللي احنا قلناها قبل كده، ان احنا عندنا سيستيك ليجن. طبعا هنا في الاكس راي هتمشي في القواعد اللي انا قلت لك عليها، ان احنا عندنا ماس وتقول كذا في كذا وموجوده في الابر لوب وفي النهايه تقول برونكوجينيك كارسينوم، خلاص زي ما انا فهمتك. بعدين هيروح يعمل سي تي، كل الماسز بتعمل سي تي، طلع جواها ميه يبقى مش برونكوجينيك كارسينوم. ايه اللي يخليك تقول دوت في الميدياستاينم؟ المنظر ان هو دايس على التراكية، دايس على الاوسافجس، زائق السوبيريور فينيكيم. طالما ليه كومبوننت جوه الميدياستاينم يبقى انسايد ذا ميدياستاينم اند ذس از برونكوجينيك سيست. تالت واحد اللي هو بتاع البوستيري ميدياستاينم اسمه اوسوفجيال دوبليكيشن سيست. يعني ايه دوبليكيشن يا جماعه؟ دوبليكيشن يعني اتنين. فالاوسافجس وكل الجي اي تي عندها استعداد ان الحاجه يبقى في منها اتنين، بس التاني دوت غالبا ما بيكملش. يعني كان في هيبقى في هنا اتنين اوسافجس، بيقول لك اتنين اوسافجس عندنا حاله كده في الارشيف is extremely rare، حاجه يعني يصعب جدا انك تشوفها، بس احنا عندنا في الارشيف بتاعنا اتنين اوسافجس مليانين بالبريم في طفل صغير، دوت complete duplication. اما طلع كده بتاع كانت هتبقى اوسافجس وبعدين مقفوله فعبت ميه فعملت هذا السيست اللي احنا بنسميه اوسافجيال دوبليكيشن سيست. This cyst is commonly seen in the posterior mediastinum لورا، وينطبق عليه نفس القواعد، بما ان ليه لسان كده جوه الميدياستاينم وزارق نفسه ما بين الهارت وما بين الديستندنج اورتا يبقى is a mediastinal cyst، والميدياستاينال سيست اللي موجود هنا اسمه اوسوفجيال دوبليكيشن سيست. حد هيقول لك بقى هو الاوسوفجس دوت مش ماسك من اول فوق لحد تحت صح؟ يعني ما معنى كده ان الاوسوفجيال دوبليكيشن سيست ده ممكن يكون فوق وممكن يكون تحت؟ حلو قوي. افرض طلع فوق هتتلخبط ما بينه وما بين البرونكوجين. طيب لو البرونكوجينيك سيست مش انا وريت لك صوره طلع لفوق ممكن ينزل لتحت؟ اذا الاثنين دولت اللي هما البرونكوجينيك والاوسوفجيال دوبليكيشن يتوجد في اي حته بس يكون في الميدياستاين. اما الثالث ملوش دعوه بيه اللي هو البلوروبريكارديال سيست، ده راكن على جنب في الزاويه ما بين الهارت والديافرام، كومنلي اون ذا رايت سايد وليس كومنلي اون ذا ليفت سايد. يفهم من هذا انك انت لما تلاقي سيست كده لورا ان ذا بوستيري ميدياستاينم، ده الاوسوفجس ودوت الايه الاورطا، بما انه لتحت يبقى موست لايكلي اوسوفجيال دوبليكيشن، لو طلع لفوق يبقى موست لايكلي برونكوجين. وانت ما عليكش اي حرج، كل السيستات دي على فكره هتتشال بالجراحه، انه لما تشال وتحلل طلع واحد غير اللي انت قلت عليه انت صح. طيب
يبقى إذن عندنا سيست هنا اهوت ان ذا بوستيريور ميديستاينم وهو في ميه، فعشان كده لازم يكون ابيض في التيتو، وبما ان هو في النص بالظبط فانت مخير ما بين الاسوفيجيال دوبليكيشن وما بين البرونكوجينيك سيست. كل لما يكون لتحت كل لما تختار الاسوفيجس، كل لما يكون لفوق كل لما تختار الايه. نعم لا الاسوفيجس في حته ما هنا، بس احنا وي دونت سي الاسوفيجس، ما بيبانش الا لو المريض بلع هواء اثناء التصوير. طيب يبقى عندنا الميدياستاينم اللي قدام السيست بتاعها اسمه بلورو بريكارديال سيست، الميدياستاينم اللي في النص السيست بتاعها اسمه برونكوجينيك، والميدياستاينم اللي ورا السيست بتاعها اسمه اسوفيجيال دوبليكيشن سيست. الهرنيا، الهرنيا بتاعت البوستيرير ميدياستاينم اسمها ذا هرنيا او بوجدالك، بوستيرير فيها ب والبوجدالك فيها ب. الهرنيا بتاعت الانتيرير ميدياستاينم اسمها ذا هرنيا او مورجاجني، والهرنيا بتاعت الميدل ميدياستاينم اسمها هايتس هرنيا. يبقى هما دولت الثلاثه بتوع الهرنيا. وطبعا تشخيص الهرنيا كل الكلام دوت في البيدياتريك هنقوله باستفاضه شديده، ان تشخيص الهرنيا معتمد على انك انت بتشوف باول لوبس طالعه في الشيست. كونجنيتال لافراجماتيك هرنيا از فيري كومن في الاطفال، والهرنيا دهيت في الفرونتال اكس راي بتلاقي باول لوبس كتير قوي ماليه الليفت هيميثوركس، فلازم تعمل لاترال عشان تشوف الهرنيا دي لورا ولا لقدام. فلو كانت لورا اسمها هرنيا اوف بوجدالك، ولو كانت لقدام زي دي كده اسمها ده هرنيا او مورجاجني. فهنا في باول لوبس وفي كولون وهوستريشنز ومعرفش مين، وادي الهرنيا موجوده هنا اهوت قدام في اللاترال اكس راي، بتعرف في الفرونتال اكس راي بتعرف القدام من الورا بالسلويت بتاع الهارت زي ما انا قلت لك. يعني تشوف هل الكاردياك بوردر ويل ديفاين ثرو ذا ماس تبقى ورا، الكاردياك بوردر مش ويل ديفاين ثرو ذا ماس تبقى قدام زي ما قلنا في السلويت ساين قبل كده. نعم بس هنا اهوت ان كان سي الهواء ده اللي هو بتاع الكولون والغسطره، فتعرف على طول ان ذس از نوت اماس ولكنها باول لوبس، وبما ان هي في الشيست يبقى دوت هرنيا. الهرنيا اللي في النص هنتكلم عليها بالتفصيل الممل في الجي اي تي اللي هي اسمها هياتس هرنيا. الهياتس هرنيا طبعا في منها انواع كتيره، والهرنيا اللي فيها اير فلويد ليفل هي الانكارسريتد، يعني اللي طلعت مش عارفه تنزل، طلعت مش عارفه تنزل، فبيتكون فيها الاكل والشرب اللي المريض بيبلعه، وهي الى حد كبير جدا تشبه الخراج، تشبه الخراج. ولكن انت طبعا لو بصيت على الفيلم دوت يا جماعه مشهور جدا في الامتحانات، اللي هو الفيلم ده الفرونتال اي بي ده اللي هو ورا الهارت فيه اير فلويد ليفل خفيف طشاش كده هو شايف. لما لو انت بقى كنت نبيه قوي واعصابك جامده فلاحظته وقلت ان في اير فلويد ليفل and this is the site of the esophageal hiatus، ولما تعمل lateral view بيبان كويس جدا. حد هيقول لك ليه ده هوت ما ينفعش يكون mediastinal abscess؟ خلي بالك ان الميدياستاينال ابسس از وان اوف ذا رير كونديشنز اللي انت بتقابلها في الحياه. ولو انت فكرت كده في حياتك شفت كم مره هيتس هرنيا وكم مره خراج، مش هتلاقيك شفت ولا مره خراج في الايه؟ هيكون في البوستيريور ميدياستاين نفس الحكايه، يعني او في الميدل، يعني في الميدل ميدياستاينم ورا الهارت زي دوت كده. فانت كل لما تلاقي حاجه فيها اير فلويد ليفل ورا الهارت سواء في الفرونتال فيو او في اللاترال فيو كونسيدر ذس از انكارسريتد هياتس هرنيا، يعني هرنيا مزنوقه. السلايدنج هياتس هرنيا هي اللي بتطلع وتنزل ما فيهاش اير فلويد ليفل، الانكارسريتد هياتس هرنيا اللي طلعت مش عارفه تنزل بيكون فيها اير فلويد ليفل. الهرنيا انتوا عارفين من زمان كانت متقسمه نوعين، واحده اسمها سلايدنج واحده اسمها بارا اسوفجيل، دلوقتي هم اربع انواع هنقولهم بالتفصيل لما تيجي
الموضوع بتاع الهيتاسرنيا السلايدنج طبعا والبارا اوسوفجيال، وبعدين الاثنين مع بعض دوت تالت نوع اللي هو سلايدنج وبارا اوسوفجيال، ورابع واحد اللي هو حاجات غير الاستومك في الهرنيا نفسها، كولون بقى وسبلين وزمبليطه كده كبيره جدا اللي بيسموها ماسيف هايتس هرنيا. نيجي بقى دلوقتي، يبقى احنا عرفنا السيست وعرفنا الهرنيا، نيجي بقى للليمف نودز. الليمف نودز اللي موجودة في الشيست موجودة في 9 أماكن، لازم تكون حافظهم زي اسمك، ال9 أماكن بتوع الليمف نودز. لازم تبقى عارف ان الليمف نودز اللي في الميدياستاينم ما بتبانش لو كانت نورمال، يعني ما فيش ليمف نود بتبان لو كانت نورمال. اذا لما تشوف الليمف نود تعرف ان هي باثولوجيك. اول جروب من الليمف نودز اسمها ريتروسترنال، يعني ورا الاسترنم، ادي الاسترنم اهو وفي هنا كور كور كور، يبقى ريتروسترنال. تاني واحد اسمه ريتروكيفال، يعني ورا السوبيريور فينا كيفا، ده السوبيريور فينا كيفا وده القرش وده أورطة، ودولت اسمهم ريتروكيفال. تالت واحد اسمه بريفاسكولار، بريفاسكولار يعني مترصص على القرش وفي الأورطة، كل السفيفات اللي انت شايفهم دولت اسمهم بريفاسكولار ليمف نودز. رابع واحد موجود ما بين الاسندنج والديسندنج قبل البلمونري ما يطلع، البلمونري ارتري، ففي كور 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 في الحتة ديت اسمها اورتيك ويندو ليمف نودز. خامس واحد اسمه كارينا ليمف نودز، يعني التراكيه مقسومه وفي كره قدامها اسمها بري كارين، في كره وراها اسمها ريترو كارين، في كره تحتها ما بين التراكيه البايفوركيشن وبعضهم اسمها سب كارين. على الناحيتين اشهر جروب من الليمف نود اللي هي الهايلر جروب اوف ليمف نود، هنا شمال وهنا يمين. ورا في البوستيريور ميدياستاينم بيكون في الاوسوفيجس والازيجوس فين اللي جنبه ده، وفي مجموعه من الليمف نودز اسمها زايجو اوسوفيجيال او اسمها بوستيريور ميدياستاينم، يبقى زايجو اوسوفيجيال او بوستيريور ميدياستاينم. واخر واحده اسمها سيركم كاردياك، يعني حوالين الهارت، بتبقى عامله زي الفطيره كده، وغالبا ما بيكون معاها بريكارديال افيوجن زي اللي انت شايفه ده، الميه اللي حوالين الهارت. وكل الناس ودوت كلام صحيح عندهم اعتقاد ان السيركم كاردياك ليمف نودز بتظهر في النون هوتشك الليمفوم مهما كان سن العيان، صغير طفل ادلت اي حاجه تلاقي سيركم كاردياك نودز تعرف ان ده هي نون هوتشك الليمفوم. طيب احنا قلنا الليمف نودز لما تكون نورمال ما بتبانش. طيب ايه، انا كنت زمان بقول ان يستثنى من كده الليمف نود اللي ورا السوبيريور فينا كيفا، في بعض الاحيان بتظهر في واحد ما عندوش اي حاجه خالص ان كان اجنور. دلوقتي انا بقول لك في ليمف نودز كتيره بتظهر في الميدياستاينم دلوقتي وسببها ريكارنت انفكشن. الريكارنت انفكشن بيأثر على الليمف نودز اللي في الميدياستاين فتكبر شويه بما لا يزيد عن سنتي ونص. الليمف نودز اللي في الميدياستاين اللي حجمها اقل من سنتي ونص وهي هوموجينس، يعني ما فيهاش بريك داون ولا كالسيوم، يكونسيدر ايت حاجه اسمها رياكتيف ليمف نودز. رياكتيف ليمف نودز يعني نودز كل شويه تلتهب كل شويه تلتهب وتخف لحد لما ثبتت على كده، ودولت مالهمش دعوه باي حاجه خالص، يعني ولا ليهم دعوه بالليمفوما ولا ليهم دعوه بالميتاستاسيس ولا ليهم دعوه باي حاجه خالص، دولت اسمهم رياكتيف ليمف نودز، موجودين في النك بغزاره شد، مفيش حد يعمل ام ار او سي تي اوف ذا نك الا لما يلاقيهم، يعمل ام ار او سي تي اوف ذا بلفس اند ذا جروين ليلاقيهم. في الشيست اليومين دولت بقوا مظاهرين قوي، انك انت تلاقي ليمف نودز حجمها ما يزيدش عن سنتي ونص وهي هوموجينس ان يو كان اجنور.
عاوز تكتبهم في التقرير عشان الناس تعرف ان انت شفتهم تقولهم وتقول ان هم رياكتيف ليمف نودز. وانا في مؤتمر امراض صدريه سالوني يعني ايه رياكتيف ليمف نودز اللي انتوا كل شويه تكتبوها في التقرير، قلت لهم كده ان الرياكتيف ليمف نودز موجوده في سايتس اوف ريكيرنت انفكشن، واشهر حاجه الرقبه، الرقبه فيها بلاوي تونسيلايتس وسنان وساينوسايتس حاجات كتيره جدا بتلتهب كل شويه، فالنودز في الرقبه بالهبل، بس كونسيدر انه يكونوا اقل من سنتي ونص يكون هوموجينس. And you say that these are reactive lymph nodes. ممكن بعض الناس بتكتب non-specific، بعض الناس بتكتب reactive، ما يجراش حاجة، ده وده سي. طيب افرض لقيت هو لو انا الجروب مثلا كله اقل من 1.5 سم، في واحدة مثلا اكتر من 1.5 سم، كده هعتبر ان الجروب كله لا. نبتدي بقى نراجع نفسنا، بدل في واحدة كبرت يعني معنى كده ان في مشكلة. ايه هي بقى المشكلة؟ المشكلة ترجع للكلينيكال والاذر فايندينج زي ما نقول دلوقتي. انت لما تلاقي لينف نودز في الشيست فهي مش تخرج عن واحد من اربعة، دول اشهر اربع حاجات بيعملوا لينف ادينوباثي في الشيست. اتنين انفلاماتوري اللي هما التي بي والسيركويد، واتنين نيوبلاستيك اللي هما الليمفوما والميتاستاس. طيب احنا قلنا واحنا شغالين كده انك انت عشان تعرف الليمف نودز في الاكس راي بتبص في اللاترال، لو كان في سوفت تيشو دنسيتي سوبر امبوزد على الهايلم تعرف ان ديت نودز، لكن لو ما كانش في حاجه تعرف اللي انت شايفه في الاي بي عباره عن فيسلز. خلاص كده. طيب هل في فرق في الام ار والسي تي؟ لا، كله بيشتغل على الحجم. الليمف نود اكتر من سنتي ونص is considered pathologic، بالرغم من ان احنا عارفين ان في ليمف نودز 3 و4 سنتي وتعتبر هايبر بلاستيك، بس انت ما دخلتش جواها، مش قضيتك دي. واحنا عارفين برضو ان الليمف نودز الهايبر بلاستيك والانفلاماتوري والنيوبلاستيك بتعمل very strong uptake في البيت سكان. خلاص، عشان ما عندكش وسيله لمعرفة الليمف نود باثولوجي إلا البيوبسي. خلاص، البيوبسي فقط في أي مكان في الجسم. يبقى الليمف نود هتكون كبيرة في السي تي وهتكون كبيرة برضو في الام ار، and you cannot know بالقطع دوت مين. خلاص. طيب الليمف نودز بتاعت التي بي والسيركويد فيها كالسيوم زي دولت كده، لان يو سي كالسيفيكيشن، فانت بتعرف على طول ان الليمف نودز اللي فيها كالسيوم ديت انفلاماتوري. ولو حد خيرك ما بين التي بي والسيركويد تختار التي بي، التي بي كومنلي كالسيفايد نودز والتاني قليل شويه. طيب هل هذا لا يعني ان الليمف نودز اللي فيها كالسيوم ما تكونش مالجنانت؟ لا، لان في الاوستيوساركوما والكوندروساركوما التيومرز اللي بتصنع بون لو عملت ميتاستاز في الليمف نودز هتبقى كالسيفايد. طب انت هتعرف من فين؟ من الهيستوري. العيان عنده اوستيوساركوما وعنده ليمف نودز في الشيست فيها كالسيفيكيشن، ما تقولش دي اوستيوساركوما ودوت تي بي، لا، الليمف نودز بتاعت الاوستيوساركوما كان كالسيفايد والليمف نودز بتاعت الكوندروساركوما كان كالسيفايد. طيب يبقى الكالسيفيكيشن از كومن ان ذا تي بي والسركويد والنوموكونيوز، زي ما قلت لك بعض الليمف نودز في النوموكونيوز بتكالسيفاي. طيب ولكن كالسيفيكيشن از رير ان مالجنانت نودز زي الكوندرو والاوستيو ساركوما. ديت اول واحده. طيب افرض ان عيان كان عنده برونكوجينيك كارسينوما نوديول او ماس، وفي الميدياستاينم في ليمف نود على نفس الناحيه بتاعت التيومر، يعني كونسيدر ده هي رياكتيف ولا ميتاستاسيس؟ ميتاستاسيس طبعا، ميتاستاسيس. بس علشان تثبت علاقه الاثنين ببعض لابد من البايوبس، لان الليمف نودز بتغير البروجنوزس خالص بتاع البرونكوجينيك زي ما هقول لك بعد كده. اما لو كانت الليمف نودز بلقي يعني مجعلصه كده دوشم دوشم وهم الامالجاميتد في بعض، فديت الليمف نودز الكلاسيكيه بتاعت الليمفوم. يبقى اذا لو كان في كالسيفايد نودز فده هو يا اما تي بي يا اما ساركويد،
وانا قلت لك ان النودز بتاعت السركويت بتتميز بصفتين كويسين جدا اللي هما ديسكريت وهوموجينس. فلو انت لقيت ديسكريت وهوموجينس لينف نودز ولو بصيت في الاكس راي تلاقي بايلاترال سيمتريكال انلارجد هايلر شادوز فتعرف ان ذس از ايه ده لينف نودز بتاعت السركويت. السركويت نودز ار ديسكريت هوموجينس يوجوالي سيمتريك may contain calcium. الليمف نودز بتاعت السركويد في الغالب بيكون معاها infiltrative lung disease يا اما interstitial يا اما miliary زي ما قلت لك في diffuse lung disease. الليمفوما قليل قوي لما يكون مع النودز lung pathology. والليمفوما النودز بتاعتها bulky. والليمفوما النودز بتاعتها amalgamated مش ديسكريت وما فيهاش كالسيوم. يبقى اذا في فرق جبار ما بين الاثنين وبعضهم. اللي بيحصل بقى في الكلينيكال براكتس ان اي حد بيشوف النودز دهيت بيركبوا العفريت ويروح كاتب على طول ليمفوما. انت يعني انا طبعا يعني شفت من ده كتير جدا جدا جدا. مثلا واحد استاذ في حتة ما في جامعة في الصعيد كح كحتين عمل سي تي وبعدين عملوا راحوا كاتبين له التشخيص على طول لينفوما. انت في ناس كتيرة بتعمل كده وهم يعني عندهم عذر ان هو لما يعرف ان هو عنده malignant disease بيخرج الفلوس من البنك وإذا كان عنده عيال في أمريكا بيجيبهم ويبتدي بقى يظبط الأمور علشان هينتقل. بعد كده ياخد بايوبسي فيطلع سركويد. عاوز بقى يرجع الناس في أمريكا ويرجع الفلوس في البنك ويعمل مش عارف إيه والكلام ده كله بتبقى مشكلة رهيبة جدا. فلما كلمت الناس اللي بيكتبوا التقارير ديت وكده قلت لهم يا جماعة وأنا بقول لك برضو لما أكون مش متأكد اكتب ان دوت ليمفادينوباثي فور بايوبسي خلاص. يبقى هو مش هيعمل حاجه لما تطلع نتيجه البايوبسي صح كده. قالوا لي اصل احنا بنقول له على الحاجه الوحشه عشان لما تطلع كويسه ينبسط. شوف الفكر. طب انت عبال ما تطلع كويسه بيكون بهدل العيله كلها من اولها لاخرها اذا مثلا ما ماتش اصلا من انت قلت له حاجة وحشة فراح ميت قبل ما تطلع حاجة كويسة. طب وبعدين ففي فكرة يا جماعة يعني انا دايما اقول الدكتور زمان كان اسمه حكيم باشا الاثنين حكيم باشا. الحكمة هي وضع الشيء في مكانه الصحيح الحكمة. وباشا يعني ما بيسرقش العيان. دي نقطة مهمة جدا. اي حد بيشتغل في الطب لازم يكون باشا. مش باشا يعني تخن كده وشنبه ايه كده وركب ده. لا باشا يعني متعفف. متعفف لا يتدنى الى سرقة المريض او النصب عليه او انه يعمل عليه فيلم عشان ياخد منه قرشين زيادة. ده لا يسمى حكيم ولا باشا طبعا. ده اسمه لص تبع الجماعة بتوع علي بابا والجماعة دول. فالحكمة مهمة جدا في التعامل مع المريض. في ناس هنا والعياذ بالله متخصصين في ادخال الكآبة على نفوس المرضى. ده ورم خبيث منتشر وانت قدامك شهرين اتنين بس وانا ماليش دعوة مش عارف ايه ومفيش حد نفد من الحكاية. فنفرض ان كل هذا الكلام صحيح. لكن انت لما تقول للمريض كلمتين يطيبوا خاطره وتقول له الوضع ان شاء الله يكون بسيط واحنا هنعمل انفستيجيشن وكل حاجه ليها علاج وكده فرق جامد بين الاثنين. فرق جامد جدا. وده يا جماعه التنفيذ عن المريض واحد من الحاجات اللي تثاب عليها عند ربنا جدا انك انت تخفف عنه البردن بتاع المرض. هو مش ناقص اصلا. المهم bilateral symmetrical enlargement of the lymph nodes is suggestive of sarcoid. بالذات بقى لو كان واحدة ست وما عندهاش غير كحة. هما دولت أشهر سيمتوم بيبرزنت بيه الجماعة بتوع السركويد.
بعد كده تعمل سي تي تطلع ديسكريت هوموجينس انهانسد ليمف نودز وتعرف ان هو ساركويد. فاللي بيجي بنقول له ما تخافش الموضوع دوت ساركويد وطمن وهو سيلف ليميتنج ديزيز وكده يقول لك الا تاخد بايوبسي. طب بناخد بايوبسي وبيطلع كده ان شاء الله. طيب الليمف نودز بتاعه الليمفوما بلقي يعني دوشن هوموجينس امالجاميتد يعني ما فيش واحده واحده لا كتله كتله كده اهوت and do not contain calcium. يبقى في فرق بين الايه بين الحاجتين وبعضه. طيب دوت مثلا عيان عنده 43 سنه ومعروف ان هو عنده هوجكن ديزيز. طيب عملت له سي تي اوف ذا تشيست لقيت بريفاسكولار نودز ريترو كيفال نودز كارينال معرفش نودز والكلام ده كله. يبقى خير ان شاء الله. يبقى هوجكن ليمفوما معروف متشخص من قبل كده ان هو هوجكن ليمفوما. طيب واحده ست وعندها بريست كانسر باين في السي تي. خلي بالك من الحركه دي مشهوره جدا في الامتحانات. طالما البريست باين في الصور بص فيه كويس عشان ممكن يكون فيه كارسينوم. البريست نعم البريست دي ماس انسايد ذا فات اوف ذا بريست. Then الليمف نودز اللي موجودة في الميديستاينم ميتاستاسيز والفوكال ليجنز اللي موجودة في الليفر ميتاستاسيز برضه. طيب إذا كان المريض معروف إن عنده إكسترا ثوراسيك ماليجنسي يعني مثلا زي دوت عنده كولانجيو كارسينوم بعدين عملت فرونتال تشيست إكس راي فلقيت الهايلاند برومينانت فقلت دوت ممكن يكون فيسل وممكن يكون ليمف نود فعملت اللاترال فيو فطلع إن في سوفت تيشو ماس سوبر امبوزد اون ذا هايلاند معنى كده ان هو ليمف نود وتبقى الليمف نودز ديت ميتاستاتيك من الكولانجيو كارسينوم. حد هيقول لك هي الكولانجيو كارسينوم بتعمل ميتاستاسيس في الليمف نودز؟ هو احنا مخترعين دوت ولا ايه؟ هو ده عيان عيان كولانجيو كارسينوم ميتاستاسيس في الليمف نود. ايه المشكله؟ يعني ساعات كده تلاقي مناقشات بيزنطيه عيان عنده برونكوجينيك كارسينوما جديدة ولسه عايش. ايوه امال اللي قصادك ده ايه؟ برونكوجينيك كارسينوما لسه عايش. طب انا تعمل ايه؟ اعترض بقى على ربنا بقى المهم. طيب انتراثوراسيك ماليجنسي زي برونكوجينيك مثلا في هنا اهوت ماس سنترد على الهايلاند ومعاها ليمف نود هنا ونود هنا ونود هنا ونود هنا يبقى دولت ايه؟ الميتاستاسيس بتوعها. وهنقول ان البرونكوجينيك كارسينوما اذا عندها نودز الناحيه الثانيه يعني هي شمال وعندها نودز في اليمين خلاص مفيش جراحه. طيب عيان عنده برونكوجينيك كارسينوما زي دي كده وفيها سبيكيوليتد مارجن وعنده نود هنا ورا السوبر فينيكيف تبقى ايه؟ متاستاتيك. خلاص يبقى الليمف نودز اربع حاجات تي بي ساركويد ليمفوما او متاستاسيز. وعرفنا ازاي تشخص الميتاستاتيك نودز وازاي تشخص الليمفوما نودز والتي بي والساركويد. هل هو ده الليمف نود باثولوجي؟ طبعا انت بتفتح صفحه البتاع تلاقي مليون حاجه في الليمف نودز بس دوت كله هنتكلم عليه في الحته بتاعه الفاسكولار اند الليمفاتكس لما نتكلم بقى بالتفاصيل الممله ايه هي الليمف نود باثولوجي. هيطلع منهم بس الاربعه دول برضو هما اللي بيجوا في الشفت والباقي كله بيطلع في حته ثانيه. طيب يبقى احنا يا جماعه عندنا دلوقتي كام ليجن في الميديستاينم؟ ثلاثه سيست وهرنيا ونودز. خلاص والنودز دهيت بتطلع يا اما تي بي او ساركويد او ليمفوما او ميتاستاسيس. نيجي بقى لكل ميديستاينم لوحده. الانتيريور ميديستاينم في ثلاثه غير اللي احنا قلناه. البوستيريور ميديستاينم في ثلاثه غير اللي احنا قلناه. الميدل ميديستاينم في واحد بس غير اللي احنا قلناه. نمسك الاول الانتيريور ميدياستاينم. زمان كان بيقول لك الانتيريور ميدياستاينم فيها ثلاثه ليجنز بيبتدوا بحرف الت. خلاص اول واحد هو الثايرويد ونزلت انسايد ذا تشيست. ثاني واحد هو الثايموس وثالث واحد هو تيراتوديرمويد. دلوقتي قال لك هم اربعه وابتدوا بحرف الت برضو وحطوا معاهم تيريبل ليمف نودز يعني ليمفوما بس هم عشان يخلوها فيها ت قال لك ايه؟ تيريبل ليمف نودز.
يبقى هما اربع حاجات: ثايرويد وثايموس وتيراتوديرمويد والتيريبول ليمف نود. الوحيد من نوعه اللي بيزق التراكية هو الثايرويد. يعني لما التراكية تتزق كده هو تعرف ان دوت مش الباقيين، تعرف ان هو ايه؟ ثايرويد. طيب الثايرويد اصلا موجودة في الرقبة، ولما تكبر قوي بتنزل في الميديستاينم وتزق التراكية على جنب، صح كده؟ اذا اول ما تلاقي displacement of the trachea تعرف ان الليجن دوت ثايرويد. طيب انت بتعمل مقاطع اكزيال، ده السايت بتاع الثايرويد، الليفت لوب كويس والرايت لوب كبير وفي بقع كده، وبعدين لقيت الاسترنم ولقيت وراه بقيه الثايرويد، يبقى دوت اسمه ريتروسترنال ثايرويد اكستنشن. الثايرويد ممكن تعمل ريكونستراكشن فتشوفها وهي متسرسبه في الميدياستاينم، او تعمل كورونال فتشوفها وهي نازله في الميدياستاينم. And this is a midline pathology. من غير صبغه الثايرويد اصلا هايبر دنس عشان الايودين اللي جواه، فلو انت ما حنتش صبغه خالص بتلاقي الثايرويد بيض. يزيد على كده بقى لما يبقى فيها نوديولار جوايتر، بتلاقي كور 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 سودا وزائد بقع 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 كالسيوم. يبقى اذا مفيش حاجة اسمها retrosternal extension الا لما يكون الاسترنم باين ووراه الثايرويد بتاعته. طيب يبقى لو انا قلت لك الثايرويد ديت فيها retrosternal ولا لا؟ مفيش استرنم، صح؟ يبقى اذا لحد دلوقتي لا، الثايرويد كبيرة وفيها كولويد نوديولز، لكن لما اوصل بقى في السكشن اللي فيه الاسترنم وبقيه الثايرويد موجود وراه، يبقى معنى كده ان this is a retrosternal extension. هل الريتروسترنال اكستنشن مهم to be reported في التقرير؟ في غاية الاهمية، علشان انت ممكن تشيل الثايرويد وتسيب اللي جوه الشيست يروح راجع لك تاني جويتر قد كده، فلازم في كل التقارير يكون الكلمة دي موجودة. طالما قلت الثايرويد كبيره، يا اما تقول مفيش ريتروسترنال اكستنشن، يا اما تقول فيه ريتروسترنال اكستنشن بناء على اللي انت شايفه. طيب لما هنيجي للثايرويد هتعرف ان التفرقه ما بين البناين والماليجنانت بصعوبه شديده، لكن البناين كور 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 بايلاترال اولموست سيمتريك فيهم كالسيوم، الماليجنانت كره واحده بس على ناحيه واحده وهبشت اللي جنبها، يعني مثلا في هنا ماس في الليفت لوب اوف ذا ثايرويد اند انفيدد ذا لارينكس وانفيدد الاوسوفجس والحته اللي ورا اللارينكس بري فيرتبرال سبيس. يبقى الانفيجن والليمف نود ميتاستاسيز والبون ديستركشن علامات الماليجنسي، كل دوت هنتكلم عليه في الثايرويد، بس احنا هممنا دلوقتي الريترو استرنال اكستنشن. نيجي للثايمس. الثايمس والواحد صغير بتبقى كبير، لما يكبر يحصل لها انفوليوشن. علشان السن فيه ديبيتس كتيرة جدا، فانت خليك عند السن الوسط اللي هو 8 سنين. الناس بتقول عند سنتين، وفي ناس بتقول عند 21 سنة، بس انت خليك في السن الوسط اللي هو 8 سنين تكون مفيش ريحة الثايمس موجود. طيب الثايمس قبل سن سنة، يعني في ال 12 شهر الأولانيين، بيكون البوردرز بتاعتها كونفكس كده، and this is normal. لما يكبر بعد سنة تعمل زي قلع المرك، بيسموها the sail sign. يعني الثايمس في السن أكبر من سنة بتكون كده زي السيل، والسيل دوت ممكن يكون يمين وممكن يكون شمال. قبل سن سنة بيكون ليها كونفكس بوردرز كده. طيب في السيتي هتلاقي السايمس ده المكان بتاعها ورا الاسترنم فوق الارش اوف ذا اورتا، دوت في طفل. اما في الادلت بيحصل كومبليت انفوليوشن اوف ذا ثايمس، ويبقى مكانها الليجمنت اللي بيفصل ما بين التو لانجز وبعضهم. ايه اشهر ماس هتطلع في طبعا ماسز كتير، والماسز بتاعت الثايمس هنتكلم عليها في البيدياتريك ايج.
يعني في ثايميك لايبوما وفي ثايميك سيست وفي ليمفوما وفي ثايموما وفي ميتاستاسيس، في حاجات كتيرة قوي. لان دلوقتي هممني ان في ماس في الثايموس which is most likely a thymoma. الثايموما اللي هي بتبقى موجودة in this side، ان عندك ماس دلوقتي متوسطنة في الميد لاين بالظبط ورا الاسترنوم وفوق الارش of the aorta. الثايموما is a capsulated lesion و 30% منها بيكون malignant، ولا يمكن حتى لما تشيل الماس بالجراحة وتبعتها المعمل ما يعرفش دي benign ولا malignant. خلاص يعني ثايموما وخلصنا، ما يقدرش يعرف هي benign ولا malignant. زائد الترم اللي malignant thymoma ما هوش موجود في الكتب، اللي موجود اسمه invasive thymoma. وانت ممكن تشخص الانفيسيف من الاشعة لو الثايموما invaded اللي جنبها. من اللي جنبها؟ الارش of the aorta والsuperior vena cava. صعب جدا انها تinvade الارش، لكن سهل جدا انها تدخل جوه السوبير vena cava. يبقى لو دخلت جوه السوبير vena cava تبقى invasive اللي هو يساوي malignancy. يعني 35% من الناس اللي عندها ثايموما عندهم مايسينيا جريفز، 15% من الناس اللي عندهم مايسينيا جريفز بيطلع عندهم ثايموما. خلاص طبعا عارفين انتوا العلاقه ما بين المايسينيا جريفز وما بين الثايموما. مش عارفين؟ طيب عارفين ايه هي المايسينيا جريفز الاول؟ ايه اللي هي ايه؟ ايوه بالظبط كده، laxity of the muscles بتاعت كل الجسم، especially اللي بيمانيفست بسرعه هو الريسبيريشن، عشان الديافرام وعشان الانتركوستال muscles. فدوت بيأفكت قوي الريسبيريشن الناس اللي عندها مايسينيا جريفز. في واحد محترم جدا هنا اهوت في مصر جاله مايسينيا جريفز، ولف طبعا كعب داير هنا هوت على الدكاتره، وكل واحد بيعالجه بطريقه شكل على ان هو يعني جست انفكشن ما اعرفش مين بتاع ايه الكلام ده كله. وهو بيقول لي يعني انا سافرت انجلترا وهو داخل المستشفى قابله الدكتور بتاعه في الطرقه، قال له انا استقيل من وظيفتي لو ما كنتش مايسينيا جريفز، من غير investigation من غير اي شيء. This lesion is ممكن يكون quite evident بحيث انك انت تشخصه كده by inspection، وممكن تلف سبع لفات عبال ما تد. لكن مش كل الناس اللي عندها مايسينيا جريفز كلهم بيعملوا اصلا CT عشان يدوروا على تيومر في الثايموس. كام واحد بيطلع من الناس دولت عندهم تيومر في الثايموس؟ 15%، والباقي كله مش معروف السبب بتاعه. ولو انت شخصت ان العيان دوت ثايموما باي بايوبسي، 35% من الناس ديت ممكن يكون عندها مايسينيا جريفز والباقي لا. يعني معنى كده ان مش اكيد اكيد ان المايسينيا جريفز سببها ثايميك تيومر، ممكن يكون كده وممكن لا. Benign and malignant lesions cannot be differentiated histopathologically. يعني تشيل التيومر وتبعته للمعمل يقول لك ثايموم بس، ما عندناش ولا malignant ولا benign. طيب تعال بقى في الشيست اكس راي. في الشيست اكس راي عندنا lesion متوسطا عند الهايلم، حلو قوي، والكونتاكت مش عارف ايه اكتر من مثلا يعني فلنفرض. اي حد في الفرونتال اكس راي ديت لازم يقول ان دوت هايلر ماس، ولازم يقول انها برونكوجينيك كارسينوم. خلاص كده. طيب انت بقى عملت لاترال فيو، المفروض لو كان ده هايلم يبقى هنا صح، لكن طلع قدام، يبقى معنى كده ان هو انتيرير ميدياستاينال باثولوجي. في حاجتين يا جماعة في اللاترال فيو بيختلف التشخيص بتاعهم، اللي هما الميدياستاينال ليجنز والبلورال ليجنز. تلاقي مكان الليجن في الفرونتال فيو غير مكانه في اللاترال، تعرف ان هو مش في اللنج على طول. لو مكان الليجن في الاي بي
اختلف عن مكانه في اللاترال تعرف ان هو واحد من اتنين، يا اما ميدياستاينم يا اما بلور، خلاص كده. لكن هتقول لي اختلف يعني ازاي؟ اقول لك يعني دوت مكانه في الهايلم هنا لازم يكون في الهايلم هنا برضو، لو ما بقاش في الهايلم هنا يعني طلع لقدام يبقى مش في اللنج، يبقى في الميدياستاين. طيب انتيرير ميدياستاينال ليجن، خلاص انت ما فيش ولا سي تي ولا عفريت ولا حاجه خالص. لو كان دوت ثايرويد ما تقدرش تشوف حرفه اللي فوق، ليه؟ عشان ممتد في النك، اول واحد تركنه على جنب. الثايرويد بيزق التراكية وما تقدرش تشوف الابر بوردر، الابر بوردر بتاعه ما بيبانش لانه مكمل في الرقبة، تمام. طيب تيجي بعد كده بقى ايه الحاجة التانية اللي في الاكس راي؟ هو الكالسيوم. الكالسيوم على فكرة موجود في الثلاثة، موجود في الثايموما وموجود في الثايرويد وموجود في التراتوديرمويد. فوجود الكالسيوم في الليجن ما بيقولش حاجه، ما بيقولش حاجه، لكن بيقول ان دي مش لمفوم، خلاص. يعني وجود الكالسيوم في الليجن بيقول ان دوت مش لمفوم، وانك انت شفت الابر بوردر اوف ذا ليجن بيقول انه من الثايرويد. اذا مين اللي باقي؟ الثايموما والتراتوديرمويد، صح؟ صح ولا ايه؟ بس كده. يبقى انت لما تلاقي anterior mediastinal mass هتبقى انت في الايه؟ في الحاجتين دول، ودول بتكتبهم في التقرير بتاع الاكس راي، ان انا عندي mass centered on the right hilum projected in the anterior mediastinum in the lateral view. The mass is homogeneous وفيها طولها وعرضها، الابر بوردر بتاعها باين، and the zot contain calcium. ايه يا ابني؟ الديفرنشال دياجنوزس سايموما انت تيراتوديرمويد. طيب نحل المشكله ما بين الاثنين دولت ازاي؟ بالسي تي. طيب عملنا سي تي، لقينا ان الماس فعلا في الانتيريو ميدياستاينم وكبرت شويه كده اهوت وراحت تو ذا ليفت سايد. بالسي تي يو كان سيفلي اكسكلود التيراتوديرمويد باي ابسنس اوف فات، ده نقطه مهمه جدا في صالح الديرمويد. يبقى مفيش فات سواء في كالسيوم او لا، هما الاثنين فيهم كالسيوم، لكن الفات هو الاساس في الموضوع. ما لقيتش فيه فات يبقى تنسى موضوع التيراتوديرمويد، يبقى انت ما عندكش غير مين دلوقتي؟ الثايموما. نفس الحكايه، هو ده الليجن، انت في الفرونتال فيو محتاج لاترال مليون في الميه، ما تقدرش تجزم بكده. لو قال لك قول من الفرونتال تقول برونكوجينيك، خلاص ما عندناش مشاكل. طيب يبقى عندنا ماس، والماس ديت ان ذا انتيريور ميدياستاينم في المكان الكلاسيكي جدا بتاع الثايموس. يبقى ايه هو التشخيص؟ ده هو الثايموما، بيزد على انك انت شايف الابر بوردر يعني من الثايرويد، ما فيهاش كالسيوم يعني قصدي ما فيهاش فات بالسي تي، ما فيهاش تيراتوديرمويد يعني، يبقى انت في مكان الايه؟ الثايموما. بريكارديال سيست يعني ميه، وهو والبريكارديال سيست مش هنا خالص، البريكارديال سيست هنا الحته دي، معايا؟ البريكارديال سيست مكانه معروف في الانتيرير كارديوفرين. وانا قلت لك في الشيست اكس راي ما تشخصش سيست خالص، تشخص سوليد ماسز، لان السيست في الاكس راي مش هتعرف طبعا ان هو سيست زائد، ما هماش كومن قصاد البرونكوجينيك، برونكوجينيك بالهبل. طيب افرض لقيت بقى ثايموما ودخلت جوه السوبيري فينيكابا، يبقى هو ده اللي احنا بنسميه انفيسيف. هم ما بيحبوش قوي كلمه مالجنت، بنسميه دوت انفيسيف ثايموما، اند ذس از ذا ابييرنس. في الفرونتال اكس راي عندك برودنينج اوف ذا ميدياستاينال بوردرز، يعني الميدياستاينم منفوخ كده، خلاص. طيب في السي تي لقيت فعلا في انتيريو ميدياستاينال ماس والسوبيريو فينيكيفا مليان بالماس، يبقى معنى كده انك انت دلوقتي انفيسيف ثايموما. طيب هنا هوت في الاكس راي ده لقيت ماس ولازقه في الميدياستاين، وانت شايف الابر بوردر بتاعها، خلاص. يبقى معنى كده ان ديت واحد من الاثنين، يا اما ثايموما يا اما تيراتو ديرمويد. عملت السي تي لقيت فيه ماس ولقيت السوبير فينيكيفا اصلا ضايع جوه الماس،
وفي في الفيلم اللي بعديه وصلت الى الرايت اتريوم. حد هيقول لك انت ليه معتبر دهيت ميديستاينال؟ انا بقول عليه ديت برونكوجينيك كارسينوما، والبرونكوجينيك كارسينوما اكتر واحد بينفيد الميديستاينم واكتر واحد بيقفل السوبيريور فينيكيب. اقول لك رايك محترم جدا جدا. بالعكس بقى، انك انت لما تيجي تشخص حاجه زي كده تقول برونكوجينيك كارسينوما، ولما تطلع بقى سيموما ولا بتاع يبقى انت مش غلطان. وفي اخر المحاضره التو ليجنز اللي بيتلخبطوا في ما بين اللنج والميدياستاينم، وده واحد منهم اللي هو الثايميك تيومرز. الثايميك تيومرز بيجي عليك وقت ما تقدرش تفرقها ما بينها وما بين البرونكوجينيك. فلما تيجي تختار الكومن اللي هو مين؟ البرونكوجينيك. طبعا البرونكوجينيك بالهبل قصاد الثايموم، فانت هتقول this is a mass and consider it in the lung، وان هي invaded the mediastinum which is common، وان هي قفلت السوبيريور فينيكيفا، وان معاها بلورال افيوجن، وتمشي في سكه البرونكوجينيك كارسينوما. كل الماسز هتعمل سي تي، وكل الماسز هتعمل بايوبسي علشان تقدر تعرف مين ده هو بالظبط. اما بقى الليمفوما بتطلع من الانتيري ميدياستاينال ليمف نودز وبتطلع من الثايموس. يعني في حاجه اسمها ثايميك ليمفوما وفي حاجه اسمها انتيري ميدياستاينال ليمفوما، بس انت مالكش دعوه. الليمفوما طلعت من الثايموس او طلعت من الليمف نودز مالكش دعوه، انت ليك بس تقول ان ديت ليمفوما. بتعرفها ازاي بقى ان هي ليمفوما مش ثايموما؟ الناس بتقول ان الليمفوما عندها ساين اسمها ذا فلوتنج فيسل ساين، ان الليمفوما ما بتزقش الفيسلز لكن بتحوطها، والفيسلز تبقى باينه كان هي عايمه جوه الماس نفسها. طيب افرض الفلوتنج فيسل ديت مش موجوده، في ساين تانية ان الليمفوما ما فيهاش بريك داون لكن الثايموما بيكون فيها بريك داون. طب افرض البتاعة ديت هوموجينس كده والثايموما برضو بتبقى هوموجينس، في ساين تالتة ان الليمفوما مش بتكالسيفاي والثايموما بتكالسيفاي. افرض هما الاثنين ما فيهمش كالسيوم يبقى مالكش الا البايوبسي. طالما الساينز مش واضحه فانت بتقول ان الانتيري ميدياستاينال ماس تنفع تكون ثايموما وتنفع تكون ليمفوما. خلاص. اما التيراتوديرمويد مش موجود لان هو فيه فات. خلاص كده. يبقى اذا لما تلاقي الماس محوطه الفيسلز والفيسلز عايمه جواها يبقى انت دلوقتي مع مين؟ مع الليمفوما. طيب حد شايف الليجن اللي موجود هنا في الاكس راي؟ فين؟ في الليفت هنا كده. طيب ماشي، يعني احنا عندنا هنا المفروض يكون في القرش والاورطه، وفي حاجه هنا مخبيه على فين؟ هي في اللاترال قدام هنا في الحته ديت. مظبوط كده. تمام، عندنا احنا سي تي دلوقتي لقينا ان فعلا في ماس في مكان الثايموس. خلاص. طيب هل الماس ده هي ليمفوما ولا ثايموما؟ ما يعرفش تقول. ممكن الليمفوما تكون كده والثايموما تكون كده، لكن لو كان فيها بريك داون يبقى ناحيه الثايموما اكتر، لو كانت هوموجينس وما فيهاش كالسيوم يبقى ناحيه الليمفوما اكتر. فانت دلوقتي هتقول ان في عندنا هنا اهوت انتيريو ميدياستاينال ماس دوت، واضح انه طفل 10 سنين او حاجه زي كده. الليمفوما اجدع في الاطفال من الثايموما، يعني لو كان سنه صغير تختار الليمفوما بيدياتريك ايج يعني عن السن الكبير بتاع الثايموما اللي هو 30 40 سنه. ليش واضح انه بيدياتريك؟ بص دوت الشيست اكس راي بتاعه، وبعدين في السي تي تحس ان السباين دهيت ما هياش بتاعت ادلت، وممكن طبعا تقرا السن من على الفيلم. طيب نيجي بعد كده للتيراتوديرمويد. التيراتوديرمويد معروف بثلاث حاجات، الفات والكالسيوم وسيستيك تشينجز، لان هو اسمه تيراتوديرمويد سيست، يعني في ميه وفي فات وفي كالسيوم. طيب ايه اهم واحد في القضيه؟ الفات.
الفات هو اكتر اهم واحد في التشخيص. اما الكالسيوم موجود في معظم الانتير ميدياستاينال ماسز، والسيستيك تشينجز تنفع تكون جوه الثايموما وتنفع تكون جوه الثايرويد، بس ما تنفعش تكون جوه الليمفوم. علمونا ايام زمان، قالك لما تلاقي ماس متوسطنه في الفرونتال تشيست اكس راي وبظه الناحيه دي وبظه الناحيه دي، تعرف ان دوت تيراتودرمويد، وكانت تعتبر ساين جبارة جدا في السبوتنج في الاشعه. دلوقتي لا، هذا الكلام لا يعتد به، لانك انت لو بصيت ببساطه شديده وبصيت على الشيست اكس راي هتقول دوت هايلر ماس ودي هايلر ماس، يبقى ليمف نود، صح كده؟ تعال بقى في اللاترال، لو كانوا دولت ليمف نودز كانوا هيعملوا ماس هنا على الهايلر، صح؟ لكن هم فين دلوقتي؟ بس كده، طالما هم مش في مكانهم بتاع الانتيرير اكس راي يبقى هم في الميديستاين، خلاص؟ يبقى اذا this is an anterior mediastinal lesion. طيب حلو قوي. And you see the upper border of the lesion، يبقى ده هوت مش thyroid، يبقى قالك الثايموما والتيراتودرمويد والليمفوم، يعني كل دوت يجوز. طيب اعمل سي تي بقى، لقيت فيه فات ده مهم جدا، لقيت كالسيوم يجوز، بس الفات مهم قوي قوي، هو اللي بيفصل الموضوع. اذا if you see fat inside the lesion، حد هيقول لك ازاي عرفت ان دوت فات؟ هقول لك تنقي اي حته فيها ميه usually inside the spine وتقارن الدنسيتي دي بالدنسيتي دي. الفات طبعا اسود من الميه. طيب مثلا احنا هنا في الشيست اكس راي ده هوت لقينا فيه ماس كبيره on the left side، وبما ان الهارت مش باين يبقى الماس ديت قدام، خلاص كده. طيب عملنا سي تي لقينا فيه سوليد كومبوننت ولقينا فيه ميه ولقينا كالسيوم ولقينا فات، يبقى معنى كده ان ذس از تيراتو ديرمويد او تيراتوم. المناظر دي هي اسهل حاجه في الدنيا، انك انت مش محتاج تشغل مخك، ان انت عندك ماس ان ذا انتيريور ميديستاين فيها ميه وفيها فات وفيها كالسيوم، خلاص ذس از سبوت دايجنوز، ما فيهاش اي مشاكل. حد شايف الليجن اللي هنا؟ نفس المكان هنا اهوت على اللاترال. فين هو في اللاترال فيو؟ اهو ده اللي ورا الميدان، شايف الكالسيوم اللي جواه؟ طيب يبقى اذا الليجن ده هوت فيه كالسيوم، وشايف الابر بوردر بتاعه، يعني ما هوش ثايرويد بس ينفع يكون ثايموما وينفع يكون تيراتوما، صح كده؟ بعض الناس بيقول لك عشان الفات فبيبقى الدنسيتي بتاعت الليجن خفيفه، يعني متشاف كده طشاش زي دوت كده، على عكس الماسز اللي قبل كده. لو رجعت انت مثلا كده في الشيست اكس راي شايف دي؟ شايف دنس ازاي؟ لما تكون الماس خفيفه تحس ان هي جواها فات، والفات مع الكالسيوم يساوي تيراتوم او تيراتو ديرمويد. And this is fluid calcium and fat يساوي تيراتو ديرمويد. طيب انت هنا هوت لقيت في ماس انت شايفها هي، وانت شايف الارش اوف ذا اورتا، يعني معنى كده ان ذس از نوت ان اورتيك ليجن، وبعدين عملت سي تي طلعت سوليد كده وهي موجوده في الانتيريور ميدياستاين. طيب ايه الجماعه اللي موجودين في الانتيريور ميدياستاينم؟ الليمفوما والتيراتوما والثايموس والثايرويد. انت عارف ان دوت من الثايرويد طالما ان يو سي ذا ابر بوردر اوف ذا ليجن، يبقى لك التلاتة التانيين لو انت حبيت تشخص التيراتوما ما عندكش فات، صح؟ عشان تشخص التيراتوما حد هيقول ينفع تكون تيراتوما ما فيهاش فات؟ طبعا ينفع، اللي هي الاماتيور تيراتوما. الماتيور يكون فيها فات زي في الاوفيريان كده، لكن الاماتيور تيراتوما بيكون معظمها سوليد وفيها كالسيوم. طيب يبقى الليجن دوت طلع ليمفوما بالبايوبسي، انت طيب دورك ايه في الموضوع؟ هتقول ان في انتير ميدياستاينال ماس وما فيهاش كالسيوم ما فيهاش فات وبتاع، باذن دايجنوستيك بوسيبيليتيز انكلود ده وده. دكتور الحرف ده الحروف دي مش كالسيوم؟
لا فين اللي هنا ممكن يكون كالسيوم، ممكن يكون فيسل بس ستريتشد على البوردر بتاعه. الحته ديت ارتيفاكت اللي هي مسوديه شويه، ديت ده ارتيفاكت. يبقى اذا الكالسيوم مش موجود في الليمفوما والكالسيوم موجود في الباقي. في الاخر خالص ان يو نيد ذا هيلب اوف دي بايوبس. دي بقى المالجنانت تيراتوما اللي هي ايماتيور تيراتوما، كميه الفات اللي فيها بتكون قليله والسوليد كومبوننت اللي فيها بيكون كبير جدا. اند ذس بيشنت طبعا عنده 25 سنه. اذا انت فكرت ان ذس از لونج ليجن هتطلع البرونكوجينيك عدل، لكن اللي بيحوشك من كده هو وجود الفات بس، والفات ساعات ما يبقاش واضح جدا في السي تي ويبقى واضح في الام ار، لان الام ار از فيري سنسيتيف فور ديتكشن اوف فات ولكنه مش سنسيتيف اوف ديتكشن اوف كالسيوم. اند ذس از بيكوز اوف ذا فات ان كالسيوم طلعت مالجنان تيراتوما او ميديستاين تيراتوما اللي هي ما فيهاش كميه فات كبير. يبقى يا جماعه الانتيريو ميديستاينم فيها كام ليجن لحد دلوقتي؟ فيها سيست وفيها هرنيا وفيها ليمف نودز وفيها ثلاثة أو أربع حاجات بيبتدوا بحرف التي اللي هم ثايرويد، تيراتوديرمويد، سايموس، أند تيريبل ليمف نودز. الميدل ميديستاينم سهل جدا ما فيهوش مشاكل لأن كل اللي جواه يا إما نودز يا إما فيسلز. والفيسلز يا إما بلموناري يا إما أورطة. فلو أنت بيقول لك لو أنت مثلا في الفرونتال إكس راي ولقيت فيه ماس كده بس انت ما عرفتش تشوف الارشف ده اورطه، تبقى طالعه من الارشف ده اورطه. ديت نقطه مهمه جدا في الاشعه، انك انت يو سي ذا ارشف ده اورطه، ان يو سي ذا ماس بت يو دونت سي ذا ارش، بتعرف ان هي طالعه منه، طالعه منه يعني انيوريزم. اند ذس از ذا انيوريزم، في دايلاتيشن وفي السواده اللي في الجنب ديت ثرومبوزس، ثرومبس، ميورال ثرومبس، والخط الاسود اللي ماشي جوه ديسكتنج انتمال فلاب. يعني دوت dissecting aortic aneurysm. كل لما تلاقي خط اسود ماشي جوه اليومن بتاع الفيسل تعرف ان هو ده الانتما وان هي dissected، يعني فيها انفصال عن الجدار بتاع الاورطة نفسه. And this is an example. في خط اسود ماشي جوه الascending او descending اورطة، والdescending اورطة dilated وفي حتة منه على الحرف كده سودة يعني thrombus، يبقى ده هوت ايه aortic dissection. الاورتيك ديسكشن في كذا كلاسيفيكيشن بس ديت اللي شغاله دلوقتي اللي هي ستانفورد تايب اي افكتنج دي اسندنج اند ارش، تايب بي افكتنج ذا ديسندنج اورتا بس. يبقى تايب اي الاسندنج والارش وتايب بي الديسندنج لوحده. اسباب الديسكشن بالعبيط من ضمنها تروما، من ضمنها هايبرتنشن، ارتيريوسكلروزس، مارفان، ايهلر دانلو سيندروم، فاسكولايتس، بريجنانسي، اياتروجينيك، كاسترايزيشن زي في الاساطر، انت عمال تزق تزق في الاسطره فعملت فصل للانتماء. اند ذس از اسندنج اورطا ديسكشن، دوت الانتماء ودوت اليومنز الاثنين، واحد ترو دايما بيكون مصبوغ اكتر من الفولس بالصبغه، لان الصبغه الفلو فيها هنا هوت في الفولس اليومن بيكون ضعيف. ايه هي الكومبليكيشنز بتاعت الديسكشن؟ ان هو يقفل الفيسلز، الديسكشن ممكن يوصل للرينال ويقفله وهكذا، ان هو يعمل ثرومبوزس وبعدين يبعت امبولاي، انه ممكن يؤدي الى انيوريزمال دايلاتيشن او اورتيك رابشر، او في الاسندنج اورتا يوصل لحد الكوروناري ويقفله، او يعمل افكشن اوف ذا اورتيك فالف فيعمل اورتيك ريجيرش، او يعمل نزيف في البريكارديا اللي هو اسمه بريكارديال تامبونات، يكبس على نفس الهارت. طيب دوت الاسندنج اورتا دايليتد جدا جدا جدا، لكن ما فيهوش ميورال ثرومبوزس وما فيهوش ديسكشن، يعني دوت ساكيولر انيوريزم عادي جدا، ساكيولر انيوريزم اوف دي اسندنج اورتا. لما تلاقي حاجه في الميدياستاينم ماشية من الشمال لليمين تعرف ان هو الاورطة، يعني لان هو الارش مش باين فدوت ليجن في الاورطة وبعدين مشي كده وبعدين جه كده. هتقول لي وانا عمال في الكلام دوت ازاي؟ اقول لك مش مشكلة،
انت لو انت جالك شيست اكس راي زي دوت هتقول ايه فيه؟ سيبك من الكلام اللي انا قلته، تقول ايه؟ برونكوجينيك. فين؟ شمال ولا يمين؟ شمال. واليمين؟ اتنين برونكوجينيك ولا يفرق معانا؟ ايوه في دلوقتي بلطجه في كل حاجه. ايوه اتنين، عاوز ايه؟ اعترض مثلا يعني. الحاجه اللي بتلف في الميدياستاينم سكوب فاسكولار، والوحيد اللي بيلف في الميدياستاينم هو الاورطه. البلمونري ما يعرفش يلف وحاجات زي كده. انت مثلا اقصى حاجه بتقولها دايليتد انفولدد اورطه، صح كده؟ الاورطه ام بعجر ومش عارف ايه وبتاع. طيب انت عملت سي تي طلع الديستندنج اورطه قد الحمار وجواه خط يعني فيه ديسكشن وجواه بتاع سودا يعني فيه ميورال ثرومبوز، يبقى اذا دوت اسمه ديسكتنج اورتيك انيوريزم. اذا كان اللي الاورطه مش دايليتد يبقى اسمه اورتيك ديسكشن بس، لكن هو كبير وفيه انتما يبقى اسمه ديسكتنج انيوريزم. فاهم الحكايه دي؟ يعني افرض مثلا الاسندنج اورطه حجمه طبيعي وجواه خط يبقى اسمه اورتيك ديسكشن، لكن حجمه قد كده اهوت وجواه خط يبقى اسمه ايه؟ ديسكتنج انيوريزم. ومن ضمن الكومبليكيشنز انه يعمل انيوريزم، الديسكشن بيعمل انيوريزم. طيب دلوقتي طبعا عن طريق المالتي ديتكتور سي تي ممكن تشوف الانتمال فلاب اللي هي عامله ديسكشن وتفضل ماشي 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 وراها لحد لما توصل في البلز. في حاجات احسن من كده بكتير دلوقتي، انك انت تطلع الاورطه كامل من اوله لاخره والفلاب كامل في نصه بالظبط. طيب هنا هوت ده البلمونري ارتري، واحنا هنقول بعد كده ان البلمونري ارتري نهار ما يكبر قوي قوي لا يتجاوز الحجم بتاعه الاسندنج اورطه اللي جنبه، هنا هما الاثنين قريبين جدا في الحجم. اما لو البلمونري بقى قد الحمار يبقى بلمونري هايبرتنشن. يعني البلمونري ارتري لما يبقى دايليتد قد الاورطه مرتين ثلاثه والرايت برانش دايليتد والليفت برانش دايليتد يبقى بلمونري ارتيريال هايبرتنشن، هنقوله في المحاضره اللي جايه. امال بقى لو كان في ميورال ثرومبوس يبقى دوت انيوريزم في البلمونري ارتري وفي ميورال ثرومبوز. اشهر ديزيز على الاطلاق يعمل بالمونري انيوريزم هو البيست، وهنشرح البيست بالتفصيل المره الجايه. بيست ديزيز دوت كده اللي هم بيسموه بالعربي مرض بهجت، ايوه هو. طيب تعالى بقى في البوستيرير ميدياستاينم، يبقى الميدل ميدياستاينم عندها فيسلز فقط. البوستيرير ميدياستاينم فيه ثلاث حاجات: نيوروجينيك تيومرز والاوسوفجيال ليجنز والسباينال ليجن. السباينال ليجنز هنتكلم في السباين عليها ان شاء الله، والاوسوفجيال ليجنز هنتكلم عليها في الجي اي تي. يبقى لنا بس النيوروجينيك. فانت دلوقتي ده تاني ليجن هيتلخبط في البرونكوجينيك كارسينوما، الاولاني مين هو؟ السايمس، والتاني هو النيوروجينيك. النيوروجينيك تيومر موجود ان ذا بوستيريور ميدياستاين، والنيوروجينيك تيومرز كمية ضخمة جدا من الأنواع، بس أنت مالكش دعوة. أنت لو عاوز تعرفهم بالتفصيل ليهم علاقة بالسن، والكلام ده هنتكلم عليه في البيدياتريك يعني بالتفصيل الممل. المهم أول واحد في النيوروجينيك تيومرز اسمه نيوروبلاستوما، والنيوروبلاستوما السن بتاعها تحت 3 سنين، تحت 3 سنين. اللي بعديه اسمه جانجليو نيوروبلاستوما. انت عارف النيوروبلاستوما لما يفوت عليها وقت ممكن تتحول من مالجننت الى بناين، من مالجننت الى بناين. وهي بتتحول من مالجننت الى بناين بتمر بالليجن ده اللي اسمه جانجليو نيوروبلاستوما، والسن بتاعه من 3 ل10 سنين، من 3 ل10 سنين. فوق ال10 سنين بتوصل للماتيور بناين فورم اسمه جانجليو نيروما. يبقى الاول كان في نيوروبلاستوما، بعدين جانجليو نيوروبلاستوما، وبعدين جانجليو نيروما بناين. جانجليو نيروما بناين. طلعت بقى فوق العشرينات يبقى عندك شوانوما ونيوروفايبروما بناين، كل دوت بناين.
يبقى اذا اللي بيحدد نوع الليجن ودوت مش قران كريم هو سن العين. تحت 3 سنين يكونسيدر نيوروبلاستوما، من 3 ل 10 جانجلي نيوروبلاستوما، فوق 10 يكونسيدر جانجلي نيوروما، فوق 20 يكونسيدر نيوروفايبروما او شوانوما. طيب دي طريقه بس مش ناجعه قوي في التفريق. النيوروفايبروما از بيناين ليجن، وعشان كده البوردر بتاعها بيكون سموث. اما البرونكوجينيك كارسينوما از مالجنانت ليجن، وعشان كده البوردر بتاعها بيكون سبيكيوليتد. والبرونكوجينيك كارسينوما المفروض سن اكبر من سن النيوروفايبروما، لكن دلوقتي عشان التدخين بيبتدي من كي جي 1 فبقى ايوه انت مش ممكن تتخيل الحكايه دي، ان في عيال في كي جي 1 بتدخن. فدلوقتي البرونكوجينيك كارسينوما از ريبورتد في 13 سنه. بيدخن. نعم؟ بيدخنوا بدون ما يدخنوا. لا ده بيدخن حقيقي، عنده الخرطوشة السجاير في الشنطه والبتاع والمعده بتاعه ودلوقتي اخترعوا حاجه كده البتاع الحديد ديت اللي هي عامله زي اسطوانة بوتاجاز صغيرة كده، وتقعد تشفط وتطلع هوا ودخان وبتاع، ويقول لك دي ما فيهاش حاجة، دي يا جماعة قاتلة، دي فيها كمية زيوت رهيبة جدا جدا، بتبوظ الكورونريز وبتبوظ حاجات كتيرة جدا. بيقول لك أصل ديت أنا عشان أبطل بيها السجاير، هي أزفت أصلا من السجاير. ويقول لك الواحده ب 900 جنيه وبتتعبى مش عارف بكام جنيه. قعدت انا انفستيجيت الحكايه ديت لقيت انها مصاريف رهيبه جدا. المهم انت دلوقتي عندك ليجن في الحته ديت صح، وفي اللاترال فيو طلع ورا ما طلعش قدام، يبقى انت دلوقتي في البوستيريور ميدياستاين. عملت ام ار لقيت الليجن فعلا اللي ورا اهو ودخل جوه السباينال كانال. مين اللي بيحكم التشخيص؟ السن. if this patient اقل من 3 سنين consider neuroblastoma، من 3 ل 10 جانجليو نيوروبلاستوم، اكتر من 10 جانجليو نيروم، and this was neuroblastoma. بنت وعندها سنتين وعندها ماس، وفي السي تي ضلعت بوستيرير وداخله جوه السباين وفيها كالسيوم النيوروبلاست، وكل اللي انا قلت لك عليه فيه كالسيوم ما عدا النيوروفايبروم، فيها كالسيوم والسن صغير اني كونسيدر نيوروبلاستوم. الجانجليونيروما اللي هي البيناين فورم بتبقى كيبي اكبر من التانيين كلهم، ممكن يوصلوا احجام جامده. من اول الجانجلينيروما والشوانوما التندنسي ناحيه ان التيومر يبان كانه سيستك، ان الشوانوما بالذات مشهور جدا انها الدنسيتي بتاعتها ناحيه السيستك، بس تدخل ابره تشفط ميه ما يرضاش، تدخل الكور تطلع كور، يعني ذس از سوليد تيومر ما هو سيستك. هتقول لي عرفت ازاي؟ هي دي المشكله. هقول لك احنا دلوقتي في البلين اكس راي شايفين الكاردياك بوردر، يبقى معنى كده ان الماس ديت بوستيري صح كده؟ طيب والماس دفست نفسها ورا الهارت والاورطة، يبقى معنى كده انها ميدياستاين مظبوط كده؟ باقي بقى دلوقتي لو انت قلت ان ده هوت اوسوفيجيال دوبليكيشن سيست صح؟ مش هو ده اللي بتاع اللي ورا مظبوط كده؟ وانا قلت لك الاسوفجيال دوبليكيشن سيست بيكون فيه كالسيوم ولا لا؟ ايوه بيكون فيه كالسيوم وسبتيشن يجوز الاثنين. فانت هتقول يا جماعه ده انا حاسس ان دوت اسوفجيال دوبليكيشن سيست، حلو قوي ناخد بايوبسي، دخل الابره تقعد تشفط مفيش حاجه، ده السيناريو ده معروف جدا بيحصل لنا كل شويه، دخل الابره تشفط مفيش حاجه طالعه، تدخل الكور تتك وتطلع كور سوفت تيشو كويس. فاحنا الحكايه ديت في السي تي ممكن تطلع، في الام ار لا، الام ار الميه ميه واضحه جدا، ميه فيري برايت في التي 2، لكن ذيس تيومر از نوت برايت في التي 2. يبقى لو التبس عليك الامر في بعض الاحيان بالذات في الشوانوما والجانجليونيروما الدنسيتي بتاعتهم بتبان كان هي ميه، فاحنا ممكن بالبايوبسي نتاكد من كده او عن طريق الام ار نتاكد من كده.
الاسوفجيال ليجنز اللي هتطلع طبعا الكارسينوما والليمفوما واللايوميوما وكل الكلام ده كله. الاول ازاي عرفت ان دوت اسوفجس؟ بان الهواء بتاع الاسوفجس موجود في وسط الماس. واحنا لما بنشك ان this is esophageal lesion بنبلع العيان شوية صبغة، فنلاقي الصبغة ماشية في جوه الماس نفسها، فنعرف ان this mass is originating من الاسوفجس. واشهر واحد في الاسوفجس هو الكارسينوما، ويليه الليمفوما، وقليل قوي قوي البناين لايوميوم. وممكن عن طريق السي تي ان دوت سقينا المريض شوية جاستروجرافين وكمان عملنا ساجيتال ريكونستراكشن، then you see ان التيومر is infiltrating the wall of the esophagus، والجاستروجرافين اللي انت سقيته للعيان جوه الماس معنى كده ان this is esophageal carcinoma. esophageal cancer اللي هو اللي موجود في الحتة ديت، واللنج عاملة كده. انا قلت لك لما يكون في malignancy وفي interstitial lung disease اسمه lymphangitis carcinomatosa، لسه ما فاتش وقت على الشيست. يعني احنا دايما في كل موديول اول ما تخلص الموديول وتمتحن بتروح مخبيه تحت السرير لحد لما يظهر له اصحاب بقى وتركز في الموديول اللي بعديه، which is wrong. يعني انا عاوز صلتك بالموديول لا تنقطع، بمعنى انك انت خلصت الشيست يبقى وانت في الارشيف تاخد حبة شيست وحبة يورينا. خلصت اليورينا يبقى انت في الجي اي تي تاخد حبة شيست وحبة يورينري وحبة جي اي تي. هتقول ما وريش الا انتوا بقى، صح؟ ما انت بوركش، طالما انت في السكة ديت ما وركش الا كده. في عيال وفي بطاطس في الفرن وفي حاجات تانية، بس this is التارجت الاولاني، صح ولا ايه؟ صح. إذن lymphangitis carcinomatosa بقع 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 metastasis، يبقى دوت بتاع esophageal cancer ومعاه metastatic disease in the lung ومعاه bilateral pleural effusion. حد هيقول لك ليه دوت ما ينفعش يكون aspiration pneumonia؟ مش دوت esophageal cancer والعيان ما بيعرفش يبلع ويرجع كل شوية ويشرق والكلام دوت؟ الإجابة ينفع، اللي هو الميتاستاسيس اكتر من الاسبيريشن نمونيا. لا، الاسبيريشن نمونيا مكانها فين يوجوالي؟ رايت لانج بيز. اشمعنى؟ عشان الرايت برونكاس بتشر على تحت والكلام، صح من كده. لكن افرض ان في الرايت لانج بيز شويه بس في الابر لوب والميدل لوب كده اهوت، يبقى يعني كان نوت كونسيدر الاسبيريشن نمونيا عشان تفسر كل الباقي. طيب اللايوميوما اللي هي دلوقتي اسمها اتغير وبقت اسمها جيست، والجيست كله جيست اللي هو جاسترو انتستاينال سترومال تيومر، موجود في كل جي اي تي ما عدا الاسوفجس. لسه اللايوميوما زي ما هي في الاسوفجس، وان هي بتطلع من الجدار وتعمل ستريتشنج للاسوفجيال وول. هنقول الكلام دوت بعد كده، وده اللي انت بتعرف بيه ان ديت لايوميوما ما هياش كارسينوما ولا ليمفوما. السباينال ليجنز طبعا التي بي البوتس ديزيز اوف ذا سباين بيعمل ابسس، والابسس بيبوظ كده في الميدياستاينم ويزق الحاجات اللي حواليه. ده لو انت بصيت هنا اهوت هتلاقي ان في ماس في السوبير ميدياستاين بس التراكيه في النص، يعني دوت مش غالبا ما هواش تبع التيرويد. وبعدين لما عملت انت السي تي لقيت ان في خراج والجدار بتاعه is enhancing والحروف بتاعه العظم متاكله، then you know that this is tuberculosis. وهنا هوت نفس الحكايه، في تي بي ابسيسز ان ذا باك ماسلز، وفي بيج ابسيس ان ذا ميدياستاينم ومعاه اسبيريشن نمونيا. ديت بقى اسبيريشن نمونيا. نيجي بقى للحاجتين اللي احنا قلنا عليه. انت عملت دلوقتي، انا قلت لك اللي هيتلخبط هو الثايموس والنيوروجين. عملت اكس راي ولقيت ماس كده اهوت لازقه في البدان، قلت والله ديت ممكن تكون ميدياستاينال وممكن تكون برونكوجينيك. برونكوجينيك ما انا قلت لك ده موست كومن ماس في الشيست بتاع الادلت هي البرونكوجينيك كارسينوم. فقلت اعمل سي تي، عملت سي تي لقيت ماس ولقيت معاها ليمف نود، يعني ميتاستاسيس لينف نود ومعها بلورال افيوجن. طيب تختار مين بقى هنا اهوت؟ تختار الثايموس ولا البرونكوجينيك؟
بروكوجينيك طبعا، عشان البروكوجينيك is much 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 more common عن الساينس. زائد ان دي تعتبر في اللنج ما تعتبرش في الميدياستاينا، مش راكب على المكان بتاع الثايموس. فانت لما تبص على كده خليك في الكومن اللي هو البرونكوجينيك خلاص. انت خدت بايوبسي، هتاخد بايوبسي لابد، وطلعت برونكوجينيك كارسينوم. طيب الشيست التاني في ماسن هوت كده، وبعدين انت قلت ديت بما اني مش شايف الابر بوردر جايز تكون ثايرويد، جايز عملت سي تي راح طلعت كده ماس هنا زي اللي انت شايفني. هتسأل نفسك سؤال، الماس ديت في انهي ميدياستاينم بعون الله؟ بوستيريور او ميدل صح؟ الميدل ما فيهاش ماسز، فيها فيسل. البوستيريور فيها نيوروجينيك تيومر صح كده؟ طيب يبقى هما دولت اللي انت هتتلخبط فيهم، السايموس والنيوروجينيك تيوم. هتعمل ايه؟ هتعمل بايوبسي. خلي بالك ان النيوروجينيك تيومرز في الغالب مش بتنفيد الميدياستاينم، لكن ممكن تعدي الناحيه الثانيه وممكن تدخل جوه السباينال كانال. تحسبا لاي واحد من دولت ان يو جوت بايوبسي فطلع دهوت برونكوجينيك كارسينوما انفيدنج الميدياستاينم. في بعض الاحيان في الشيست اكس راي بتشخص ان في ماس تطلع في السي تي فات، ودي حاجه معروفه في الميدياستاينم اللي هي الليبوما والليبوماتوزس والكلام ده كله. ف لابد كل الماسز اللي في الاكس راي هتعمل سي تي. فانت بتبقى مثلا تقول ان ذس از ان ماس ان ذا رايت ابر لانج زون، والبوردر بتاعها ميديالي از نوت ويل ديسكريمينيتد من الميدياستاينم، والابر بوردر از نوت سين وما فيهاش كالسيوم، يبقى في احتمال ان ديت تكون انتير ميدياستاينال ماس. اعمل سي تي طلع فات خلاص، يبقى ديت ميدياستاينال لايبوما. ان ذس از انذر اكزامبل اوف ميدياستاينال لايبوما محوطه الانومينتس وكده. في بعض الاحيان الناس اللي بتاخد كورتيكوسترويدز او الناس التخان او كده بيكون الفات اللي موجود في الميدياستاينم اكتر من الطبيعي زي كده، يعني دوت فات اكتر من الطبيعي، وده الفات الطبيعي دوت اسمه ميدياستاينال لايبوماتوزيس، ودوت ما هوش يعتبر سيجنيفيكانت ديزيز. هذا وبالله